لا تمثل ترى أنا عارفين كل تمثيلك يبين الحين مع الطاحون يا ويلك صيدك الحين وبعدين لا تمثل ترى أنا عارفين كل تمثيلك يبين الحين مع الطاحون يا ويلك صيدك الحين وبعدين مصاج انت اصلا لو مو ياي احسن ترى صادق الطاحون انك كبرت فعلا صادق قبل انت تصيده ما يد في بالك حيل بعيده لانها محبوك عدل وصدت احلى صيده مصاج انت اصلا لو مو ياي احسن ترى صادق الطاحون انك كبر فعلا ركز معي اول شيء راح نبلش بالاسئله الفنيه قولوا حلو 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 كلام سليم راح نسوي سيجمنت ثاني تعرفون هذا جاك الانجليزي اللي قط كره يحولها كرات ويدخل داخل ما ادري شنو ينقلب يخفي الاشياء اوكي عرفت الانجليزي اللي يسوي حركات مين انجليزي داينامو يشغل داينامو ايوه اللي بكله جرافكس يمسك مثلا برتقال يصير برتقال خمسه يصير عصير زاك كينج زاك كينج بتاع الفوتوشوب في بنت اسمها هذه الليالي اللي كانت معانا حتى في المسلسل عرفتها اللي شاركت فيديوهاتها مشاركة معك شايفة بالصور معك يا بعد دوني زين اوكي سيجمنت 2 راح تجيب نية انها هي تخفي الاشياء نفس جاك اوكي شو اسمه زاك يعني انت حفظت دلوقتي زاك زيك افيهات المصري يلا حلو راح هي نفس فكرة زاك هي فايش راح نسوي احنا راح نسوي نفس الطريقة على الهواء اوكي راح يكون جرافيكس على الهواء جاي منتج معنا ايش راح يصير مثلا هي راح تقول انا راح اخفي هذا الورق مثلا راح اقول لكم ستيل اوكي تثبتون ستيل ثبتنا راح يجي مساعد المخرج يشيل الاغراض اوكي اكشن اوكي وانت بعدين ايش راح تسوي في المونتاج لايف انا قاعد منتج طيب اوكي وبعدين الاسئله متى سيجمنت 2 هذا سيجمنت 1 اسئله اسئله سيجمنت 2 الفقره هذه سيجمنت 3 نرجع الاسئله مره ثانيه الفنيه اوكي يلا 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 جاهز هو ستاند باي يلا شباب ستاند باي يلا علي يلا علاو مو جاهزين يلا
رجعنا لكم مشاهدينا مرة ثانية، استكمل باقي حديثنا مع أحمد حمدي وليالي اللي راح تراويني أنا وأحمد. شنو راح شلون أخفي البوق؟ يلا إحنا جاهزين. جاهز أحمد؟ جاهز. يلا قول بسم الله. بسم الله. استنى. لا فاضل فاضل فاضل، المظلة فوقك، لما تدش المظلة فوقك فاضل. داير 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 شباب، انت استنى. محمد لا تتحرك، لا ايوه لا تتحرك، ايوه. ثري تو وان اكشن. بسم الله الرحمن الرحيم. تيك تو محمد، رياكشنك مو حلو. اوكي مره ثانيه. يعني تبارك الرحمن احمد ضبط الرياكشن، انت ما ضبطته. احمد برافو عليك. لازم احمد ابي دهشه اكثر شوي، في دهشه. دهشه اكثر؟ اي نفسك. حاضر. اكشن. الله بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ شنو صار؟ اخفيت لك البق. كنت بهزر. شلون صار فعلا؟ لا لا فعلا انا عندي هالطاقه، انا اقدر اسوي امور وايد بس كذي. لا مستحيل. لا مستحيل، في شيء غريب. شيء جايز بالدنيا عادي. لا يعني ياما شفته بالتلفزيون امور و التلفزيون شيء، واللي قاعد يصير قدامنا الحين شيء ثاني. اوكي انا ما قاعد اخدعك. ها؟ انا قاعد اخبي حاجه قدامي. ماشي. ماشي. انت اوكي؟ انا تمام، انت تمام؟ اشرب ماي. ما ادري احمد انت ايش رايك باللي صار؟ ممكن نجرب تجربه ثانيه؟ شو؟ طيب ممكن ترجع؟ اي اي اقدر ارجع. قلت لك من البدايه جماد اقدر ارجع، ولا حتى اي كائن بشري اذا تبيني اخفيك عادي. اوكي ممكن ارجعها مكان، يعني مكان معين مثلا. وين تبي؟ ابيها هني عند احمد. يلا بشوف. هو هني اوريدي. لا هني يكونون عند احمد. انا مالي يا عم، ليه تدخلني في الحاجات ال بشوف صراحه. ماشي زين بس ما ابيك تتحرك بتاتا. يثبت قعدته؟ ايه ايه شلون يعني؟ خلي قعدتك ثابته عشان انا اقدر اوصل هالشيء. اوكي. يلا انت اوكي ولا خايف؟ لا 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 ما اخاف من ايه عادي. أوكي. كل يوم بشوف الحاجات دي. ثري تو وان اكشن. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده شباب؟ تيك توك محمد طاهون. محمد طاهون. محمد طاهون شال اكشن حبيبي. انا استغربت تدري من شنو؟ من شنو؟ انا على بالي انه هو لما يشوف الشغلات عليه راح يخترع ويدزهم اكثر. لا بس انت الرياكشن كان ما هو، انا قلت بيعطيني هو الرياكشن زياده. هو اعطاني رياكشن حلو محمد. لا رياكشن خوف عبد الله، فهمت انه يدزهم. هو بيعطيني رياكشن دهشه بس انت ما اعطيتني محمد. هو معطيني رياكشن دهشه بس حماده ابي رياكشن واقعي اكثر، فهمت؟ اوكي. أكشن. إيه ده؟ جود. بجد؟ كل اللي تبي. شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. كده حلوة قوي. صار معك؟ صار معايا ليتهم على حجري. كده حلوة قوي، كده حلوة قوي. حلوة كتير؟ إيه. أنا مستغرب. صار معك؟ شلون لقيتهم؟ لقيتهم فجأة. وايها وايد مصفوف. لا مستغرب صراحة. عادي. هو مش عادي بس مش عارف اقول لك ايه.
اول شيء عسل دوم الضحكه. يا رب ربنا يحفظك. ثاني شيء هذا يعني امور انا اتمرن فيها عشان اقدر اطلع طاقتي فيها. تطلع في اي حاجه ثانيه في الباليه مثلا في ليه كده؟ تبي اخفيك؟ لا اخفيك. تخفيني انا؟ ايه. او تبي اخفي اي احد؟ انا عادي. لا اخفيني انا. يلا. شلون تخفيني؟ وانا قاعد؟ اي وانت قاعد على هني بس. توحشني. يا علي يا محمد عايزينك يا عايزينك في البيت يا محمد. خلينا نجرب التجربه خلينا نشوف بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اطلع تحت محمد تحت 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 ايوه اكشن. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي هاي ايه انت مالك خايف كده ليه؟ انا مش خايف انا عادي. اوكي اللي تشوفيه وبعدين خل ارد لان احنا كذي راح نسكت وايد. اوكي لا تخاف وايد عادي. Three, two, one. Action. أخ. يا محمد فين؟ أخ. لا بص. كده حلو قوي أخ إيه؟ كده حلو. أي وأنا وين كنت؟ كده حلو قوي. وين كنت؟ شنو شنو في شنو في؟ أنت وين وديتيني؟ كل شوية تخضني وتعمل لي حاجات. احمد احمد خلاص تفضل اخوي انا راح امشي انا راح امشي ما عليه ما عليه بس ركب 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 انك ركب ولي تعال ركب لنا حبيبي اثبت في مكان بقى بس اوكي اوكي وين حسيت نفسك؟ أحمد أنا صار معي شيء غريب. أنت وين وديتيني؟ تألف صح؟ لا وين وديتيني؟ لا ما وديتك أنا أخفيتك. أخفيتيني بس أخفيتيني مكان ظلمة. أخفيتك وأنت نايم أنت ما تدري عن شيء. بس كان مكان ظلمة. إي ظلمة أكيد لأن أنا ظلمة عليك كل شيء. يعني ما يصير في أمور ما يصير تدري فيها يعني سوري. تفضل. أنا كنت معلق بمكان غريب كان ما في جاذبية فعليا والله وين وديتيني؟ رد قال وين وديته؟ ترى قاعد تنرفز هالمرة أنا اللي ما بيكمل اللقاء لا 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 دقيقة قبل ما تكمل اللقاء نعم فهميني أنت شنو سويتي؟ ما سويت شيء أنا مجرد أن أنا أخفيتك يا ابن الحلال أنا عندي قدرة أقدر أسوي أمور ما حد يقدر يسويها انتهى الموضوع ايش فيكم مكبرين كل هالموضوع هذا خلاص عسى ما سويت شيء اعوذ بالله بسم الله الا ان هذا شغل سحر لا مو سحر لا مو سحر ايش رايك يا احمد لا مش ده ده مش سحر لا مو سحر امال ايه مش عارف ده ايه برياني مثلا عاد بس خلاص ما اقدر اكمل سوري توكل على حياك الله مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لكم برافو عليكم كات برافو عليكم برافو حماده ها اوكي عبيد اوكي برافو ضبطت الليله اي برافو رجعنا لكم مشاهدينا مره ثانيه ونستكمل باقي حديثنا في وان شوت مع احمد حمدي احمد يعطيك العافيه انا للحين شوي متوتر شنو رايك باللي صار؟ انت متوتر انا اعمل ايه طيب؟ شنو رايك باللي صار؟ عمال تختفي وتظهر وبتاع يا سحر اكيد سحر شنو اكثر شيء خوفك؟ لما لقيتك جنبي لا فعلا فعلا صدق طب وسالفه اختفاء هذا؟
مش عارف افسرها، مش عارف. شيء سبحان الله. زين، شنو تقول حق الساده المشاهدين على اللي صار هذا؟ يعني هذه تجربه واقعيه يعني. احنا عشناها. السحر يعني موجود، يعني موجود موجود. زين، ممكن تقول لهم شنو اكثر شيء ادهشك حق الساده المشاهدين؟ والله لما لقيتك جنبي يا محمد. فعلا؟ لا فعلا. والله العظيم لما لقيتك جنبي. فعليا؟ فعليا لما لقيتك انت كده من هنا لهنا يعني. هذا اكثر شيء خوفك؟ طبعا. ايه. مش انت اللي خوفتني، الموقف. الموقف ان انا فعلا لقيتني يمك. عيد لي هنا. احمد، احنا كنا قاعد نسوي فيك مقلب. انا حسيت. حسيت ايه؟ حسيت، حاسس. طب ايه المقلب؟ انت بتاع الحاجات دي؟ طب شنو المقلب؟ ما اعرفش بس حاسس في حاجه غلط. تدري شو الغلط؟ الغلط ان انت قعدت معانا واتفقت ان انت تسوي هذا كله، والكاميرات كانت دايره وما وقفنا ولا ستوب. تمام. فالناس درت ان انت قاعد تمثل. طب حلو. واخر شيء صار فيك انت المقلب يا جميل. طب كويس والله. تحيه لاحمد حمدي. تمام تمام. انا شاكك في حاجه والله من الاول، شكيت لما سلت. ما اعرفش والله، حسيتها يغمى عليها، هتقع يغمى عليها. لا مش عارف هيحصل حاجه. كذاب درجه اولى. لا والله مش كانت قاعده تعبانه هنا ولا من التعب. انت اللي تعبت دلوقتي. لا والله خالص والله. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا حبيبي. حبيبي والله ينورك. انا جاي. ما حدش يصدق المخرجين يا جماعه والبرامج، ما حدش يصدقهم. يا جماعه صوتي اوكي ولا؟ اول شيء نسمع تحيه حق استاذ احمد حبيبي. شكرا، شرفتني ونورتني بالبرنامج. نورك يا حبيبي. قاعد خليني اوضح لك نقطه. يلا. اولا انت كنت ضيف خفيف وجميل بنفس الوقت. الحمد لله رب العالمين. الله عمرك. انت كنت في مغلق طول الوقت، وبينا للمشاهدين ان بامكان اي شخص يتغمس اي دور وما يطلبه المخرج. تمام. انا كنت هناك معك في الاتفاق، واتفقنا ان احنا نمثل. مظبوط. انت كل هذا قاعد تمثل على الهواء. مظبوط. صح صح. ابدعت الحمد لله، بينت انك ممثل بارئ. بس اكثر شيء خوفك انه هو قاعد جنبك. ها يعني ما مش قوي. استاذي شرفني. شرف لي. نورتني حبيبي عبد الله، ربنا يخليك. كاميرتك هذه تقول شنو اللي تبي تقوله وبخاطرك حق مشاهدينك، وبعدها اخر شيء تقول عرضوا. يلا يا شباب 3 2 1 اكشن. والله انتوا عارفيني مش كده، بس عبد الله لويس حبيبي وصاحبي هو اللي قال لي اعمل ايه ما اعملش ايه. بس يلا يا رب نكون الحلقه خفيفه عليكم. واتشرفت بمحمد معاكم في الحلقه ببرنامج وان شوت، وزي ما بتقولوا عندكم عرضه كات معتمد. شكرا يا روحي.